مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، مرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من تونس الاقتصادية. سنتطرق اليوم إلى موضوع الاستثمار الخارجي، الإشكاليات والمعوقات وأيضا الحلول المقترحة، إضافة إلى موضوع الشح المائي والتصرف في الموارد المائية في تونس، خاصة في ظل ندرة المياه وكذلك الإشكاليات على مستوى الري وكذلك على مستوى الماء الصالح للشراب، إضافة إلى فقرات أخرى. سعداء جدا باستقبال ضيوفنا في الاستوديو، السيد عبد الباسط الغانمي المدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة متابعي تونس الاقتصادية. مرحبا بك، أهلا وسهلا. وأيضا نرحب بسي حمادي الحبيب وهو مدير مكتب التوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. مرحبا. وسيرافقنا في التحاليل اليوم الخبير الاقتصادي السيد ماهر بالحاج، أهلا وسهلا. مرحبا. عسلامة وتحية لكل مشاهدين الوطنية والحصة لتونس الاقتصادية. مرحبا. تلتحق معنا بعد قليل زميلتنا زمردة دلهومي لأيضا إضفاء أكثر ربما بعد تحليلي على هذه الحصة، لكن قبل ذلك نبدأ بفقرة الأخبار الاقتصادية ثم نبدأ الحوار. جولة أخبارنا الاقتصادية نبدأها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني وأبرز مستجدات أسواق المال والأعمال. ففي جديد سوق الشغل، انطلقت في تونس فعالية الملتقى الرقمي الأول للتشغيل ضمن مقاربة جديدة تعتمد أساساً على العالم الافتراضي، وهو من شأنه أن يسهل عملية الانتداب للمؤسسات ولطالب الشغل. ومن المنتظر أن يوفر الملتقى الرقمي الأول للتشغيل 3481 عرض شغل في أكثر من 648 مؤسسة اقتصادية تونسية، منها 20 مؤسسة بكندا وفرنسا وقطر والعربية السعودية والبرتغال وألمانيا، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين الصيبي. إنوفوتاك، أول صندوق تنموي متخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، أعطيت إشارة دخوله الأربعاء في تمويل الاستثمارات والمشاريع في قطاعات متعددة. هذا الصندوق الذي يشرف عليه كل من صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من البنك سمارت كابيتال الدولي سيوفر تمويلات تتراوح بين 1.5 مليون دينار للشركة الصغرى والمتوسطة. في خبر اقتصادي آخر، تستعد تونس للاكتتاب في القسم الأول من القرض الرقاعي الوطني المحدد بقيمة 350 مليون دينار من 3 إلى 16 مارس 2022، وذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعمل الهياكل المهنية المعنية على إنجاح هذا الواجب الوطني لدعم موارد الدولة. في موضوع آخر، كشف موقع أوليف أويل بيزنس أن تونس احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2021 و2022 بحوالي 240 ألف طن خلف إيطاليا وإسبانيا. وذكر الموقع نقلاً عن وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج زيت الزيتون العالمي في الفترة 2021-2022 يقدر بحوالي 3.3 مليون طن. في شأن اقتصادي وطني، أتمت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية. وقال الصندوق أنه أحرز تقدماً جيداً في المحادثات مع تونس، والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد. وتسعى تونس لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية. عالمياً، وفي آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا رداً على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، مؤكداً أن العقوبات ستشمل مصرفين روسيين ومسؤولين بارزين روس. وفرضت دول غربية أخرى منها كندا وبريطانيا عقوبات اقتصادية تستهدف مصالح روسية. الأزمة ألقت بظلالها أيضاً على الأسواق الدولية، ومع بدء الحرب على أوكرانيا ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 7 سنوات لتتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل، غذاها الخوف من توسع رقعة الحرب في أوروبا الشرقية. وفي ظل هذه التطورات، علقت روسيا المبادلات في بورصة موسكو دون أعلان استئناف التداول، فيما تراجعت العملة الروسية وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو.
تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، طالت الغاز وأسواق الأسهم والسندات والمعادن والحبوب خوفا من قلة الإمدادات، خاصة مع إعطاء فلاديمير بوتين إشارة انطلاق التحرك العسكري ضد روسيا. الخبير الاقتصادي سيد ماهر بالحاج، ما هي أبرز الأخبار ربما لشدت انتباهك؟ شكرا على السؤال. بالنسبة لل معناتها المشكل الأخراني اللي صار في أوكرانيا، فهمتني، أوكرانيا وروسيا، فهمتني، اللي خلى اليوم فهمتني الباريل فهمتني باش يطلع سومو، واللي هو فهمتني ما طلعش دوبوي 7 سنين، أنا 7 سنين ما طلعش. كنشوفوا 7 سنين التالي شنو اللي فما اكزاكتومون، باش نلقاو فهمتني فما حرب اللي هي صايره وقتها في سوريا، وصايره فهمتني في العراق، وصايره في ليبيا. دونك فهمتني ريالمون السبب نتاع طلوع البترول فهمتني هو لو مارشي، معناتها السوق البتروليه في العالم فهمتني تتاثر فهمتني بالحروبات هذه، وسورتو في البلدان فهمتني اللي فيهم برودكسيون كبيره فهمتني نتاع بترول. نعم، يعني فاق $105، هذا مهم جدا. سنعود الى الازمه الاوكرانيه الروسيه بعد قليل في تحليل ربما اكثر. هذه حاجه الاولى. نعم. الحاجه الثانيه المنتدى اللي عملوه فهمتني على الديجيتاليزاسيون دو لابليكاسيون اللي عملوها تشغيل. للتشغيل اللي هي تريز امبورطون، واللي حطت فهمتني لو كونتاكت ديريكت ما بين فهمتني لومبلويور اي لومبلوي فهمتني ولا دوموندور دومبلوا، واللي فهمتني جاب ريزولتا في نهار، معناتها 3700 موطن شغل وبريسك فهمت 3700 كونترا، يورينا اللي احنا ريالمون عندنا فهمتني لا بوسيبيليتي الامكانيه باش نخدموا اولادنا اللي اي سورتو فهمتني اللي عندهم دي ديبلوم معناتها يونيفرسيتير شهادات جامعيه اللي هي خاصه في الاختصاصات بتاع الرقمنه وغيره. شكرا لك سي ماهر، يعطيك الصحه. نمشي الى جانب الاستثمار الخارجي، مش نشوفه تقرير فيه بعض المؤشرات، لكن حب ان نسمع منك سي عبد الباسط، وضع الاستثمار الاجنبي وكانه مقلق بصراحه في الفتره الاخيره مع تراجع الاستثمارات بنسبه حوالي 29% مقارنه ب 2019، يعني تاخر في السنوات الاخيره. حبينا نعرف منك السبب قبل ما نشوف المؤشرات. شكرا سي ناجح. بطبيعه الحال ثم زوز فترات يمكن اذا نحبوا نحلوا معناها نتائج الاستثمار الخارجي. بطبيعه الحال ثم اللي الفتره اللي عايشين فيها توا اللي هي تحت تاثير الازمه الصحيه اللي بدات في اوائل سنه 2020، بطبيعه الحال هذه اثرت على البلدان الكل على المستوى العالمي. الاستثمار الاجنبي معناها تراجع بصفه ملحوظه، في تونس سجلنا تراجع ب 28.8%، الان احنا تقريبا في نفس المستوى نتاع 2020 0.5 تقريبا الى 0.5، يعني تراجع طفيف في نهايه الامر. نعم، تراجع معنا في تقريبا في نفس المستوى، لكن مستوى معناها سلبي بطبيعه الحال، لكن ماهوش مرتبط كان بالازمه الصحيه، ثم مسائل معناها هيكليه تعرضنا لها تقريبا من 2011 اللي هي غياب معناها الاستقرار السياسي والاقتصادي، معناها في ظل غياب رؤية المستثمر معناها ما يشوف معناها أماكن أخرى اللي فيها معناها ممكن ظروف أحسن. وفي الحال ثم عوامل أخرى، ثم عوامل أخرى تنجيها بالتدقيق أنت تعرفها يعني بالكدا ويعرفوها المتدخلون الاقتصاديون، الإدارة وكثرة المتدخلين، وأيضا هذا ما خلى الحقيقة وهذا مقلق حتى للتوانسي سي عبد الباسط، أنه مستثمرين يمشيوا دول أخرى وينتصبوا في دول أخرى. حتى نشوفوا كيفاش طرق المعالجة، وانت لهنا باش تورينا هذه الحلول وتقدم للسادة المشاهدين في نهاية الأمر ما تقوم به الوكالة في الحقيقة في هذا المجال. لكن شوفوا قبل هذا هذه المؤشرات الخاصة بالاستثمار الخارجي في تقرير ثم نعود. شهدت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تونس تراجعاً بنسبة 31% في الربع الأول من سنة 21 و2000، إذ سجلت الاستثمارات المصرح بها خلال سنتي 20 و2000 و21 و2000 تراجعاً بنسبة ناقصة 25.8%،
حسب موقع بوابة الصناعة التونسية، فصناعات مواد البناء والخزف والبلور شهدت تراجعا بنسبة 72.8%. أيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائية تحقق تطورا سلبيا بنسبة ناقص 47.7%. نواصل مع التطور السلبي الذي شمل كل من صناعات النسيج والملابس وصناعات الجلد والأحذية والصناعات المختلفة، فيما عدا مجال الصناعات الغذائية التي سجلت تطورا بنسبة 26% إلى جانب الصناعات الكيميائية بنسبة 14.5%. فنصيب الاستثمارات ذات المساهمة الإجنبية خلال سنة 2021 62.8%، حيث تتصدر فرنسا قائمة المؤسسات الخدماتية الأجنبية بمجموع 243 مؤسسة، تليها إيطاليا ب 120 مؤسسة، ومن ثم ألمانيا ب 16 مؤسسة. ومن بين الأسباب التي تدفع لهذا التراجع فإن الوضع السياسي السائد في البلاد يتسبب في هروب المستثمرين الأجانب، كما أن التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا زادت الوضع تعقيدا، هذا بالإضافة إلى مساهمة الاضطرابات الاجتماعية التي تصعد من وتيرة الاعتصامات في تخوف المستثمرين من القدوم إلى تونس. هذه أبرز الأسباب، وهناك أسباب أخرى في الحقيقة لابد من طرحها في هذا البرنامج. سي عبد الباسط، خلينا نشوفوا الخارطة متاع الاستثمارات. نلقاو بطبيعة إيطاليا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، والأردن أيضا موجودة في الخارطة متاع الاستثمارات الأجنبية في تونس، لكن نتسألوا على غياب الصين في نهاية الأمر. ما نلقاوش الصين رغم اللي عندها طريق الحرير ورغم اللي عندها مبادرات يعني دولية كبرى في مجال الاستثمار، علاش الصين مش موجودة؟ علاش هذه الخارطة تبدو محدودة على مستوى الدول المستثمرة أولا، ثم باش نجيك من بعد على مستوى تمركز الاستثمارات في تونس الكبرى. بالأساس نلقاو الجنوب تقريبا يعني نسبة ضئيلة جدا من الاستثمارات الأجنبية، وقت اللي هم عندهم برشا إمكانيات. شكرا لك. زوج سؤالات. اي ما يسالش. نحب نعقب على الفي تي ار لانه يظهر لي تطرقنا اللي تم استعراضه هو نوايا الاستثمار. الارقام اللي تنشرها وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي تتعلق بالانجازات الاستثمار. نعم. الاجنبي. نعم. فبالنسبه لاهم بلدان اللي مستثمره في تونس، تقريبا انت ذكرت معناها البلدان الرئيسيه، هي نفس الشيء اذا كان في التبادلات المبادرات التجاريه معناها تقريبا نفس التمشي، معناها هما بيدهم نفس البلدان. فرنسا هذيكم الشركاء بتاعنا الاقتصاديين، معناها مش كان على مستوى الاستثمار الأجنبي. احنا سنوات واحنا نحكيه على تنويع مصادر الاستثمار وتنويع المبادلات متاعنا، لكن 80% من المبادلات متاعنا والاقتصاد متاعنا هو مرتبط خاصة بالمنطقة الأوروبية، بالاتحاد الأوروبي، في التصدير، في الاستثمار، في السياحة، كيف كيف نفس الشيء. سألت على الصين. الصين بطبيعة الحال عندها رصيد هائل معناها في مجال الاستثمار الأجنبي، من أهم البلدان المستثمرة في العالم، لكن باش تستجلب معنا استثمارات صينية يلزمها استراتيجية. استراتيجية. وهذه صور هو سي عبد الباسط نعديو فيها توا، هي من مقتطف من فيديو عملته الوكالة. توا نرجعوا نحكيوا على الخطة الترويجية متاع الوكالة للاستثمارات. فيديو حلو برشا الحقيقة من أجل الترويج للصناعة التونسية. تفضل. بالنسبة للصين في متطلبات معناها باش تستثمر في بلادنا. هي أول شيء ما عندهمش نفس المعرفة كما البلدان الأوروبية اللي ثم معناها تاريخ كامل يربطنا وقرب جغرافي وقرب ثقافي. بالنسبة لكنها موجود في أفريقيا الصين بطبيعة الحال من أهم الفاعلين في على مستوى الصين، لكن هذا مرتبط بإرادة، يلزم تكون ثم إرادة وثم استراتيجية والدبلوماسية الاقتصادية توجه أيضا البوصلة نتاعها إلى مثل هذه الدول في الحقيقة. على فكرة في السنوات الأخيرة ثم اهتمام كبير من الجانب الصيني، والوكالة تلقات من عديد الزيارات من الوفود الصينية، لكن أغلبها كانت ترغب في الاستثمار في مجال البنية التحتية معناها في المشاريع. تعرف اللي احنا تقريبا الاستثمار العمومي معناها متوقف منذ 10 سنوات، وما كناش قادرين سواء على المستوى على الميزانية بتاع الدولة وإلا على المستوى في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الحقيقة موضوع معناها للمتابعة. احنا كوكالة نهتم بالصين وعندنا تواصل معناها مستمر مع شركائنا. الوكالة على فكرة احنا في 2019 تم امضاء اتفاقية شراكة مع مثيلتنا في الصين، والعلاقات معناها يعني في مستمرة، في حاجة الى اكثر دفع. خصنا نطول، الوكالة عندها 5 نقاط أو 6 البرة، في مدريد، في كولوني، في ايطاليا. احنا المكاتب نتاعنا اللي كان تسمح في كلمتين باش نقدم نشاط الوكاله، لانه عندنا نرجع لك سعود البسط بعد انك نمشيو في هذا الربط المباشر مع السيد طارق الشريف والزميل خميس بن فرج مباشره، باش ناخذوا رؤيه الكونكت، منظمه المؤسسات الكونفدراليه المواطنه في هذا المجال. مرحبا خميس، كانك معنا في المباشر. مرحبا ناجح، ومرحبا بمشاهدي القناة الوطنية. نعرفوا احنا في تونس في السنوات الأخرى وخاصة إلى حدود 2021 فما حوالي أو أكثر من 3700 مؤسسة أجنبية تشغل في أكثر من 400 ألف عامل. عدد وحجم الاستثمارات الأجنبية في تونس يتأرجح بين الاستقرار والتراجع، والأسباب باش يتحدثنا عليها سيد طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة بتونس. تفضل سيد طارق. بارك الله فيك. أنا اللي حب نلح عليه هو في تونس الاستثمار التونسي وحده ما يكفيش، وإحنا اليوم قدامنا تحديات كبيرة ياسر، هي تحديات متاع نمو، متاع خلق مواطن شغل باش نجمو عن أكثر حظوظ باش نوصلوا للأرقام هذه. يلزمنا الاستثمار الخارجي، وانت تفضلت عطيت الأرقام هذوما. الأرقام هذوما مهمين، الناس ما تصورش اللي تونس فيها تقريبا العدد هذا الضخم، بريسك 500,000 يخدم في مؤسسات أجنبية. اللي نحب نلح عليه كذلك المؤسسات هذوما يلزمنا نحافظوا عليهم ونعطيهم كل أسباب النجاح، معناها نسهلوا لهم حياتهم. علاش؟ خاطر بالنسبة لنا هذوما أحسن سفراء لتونس خارج تونس. هذوما وقت يقولوا كلمة باهية على تونس عندها مهمة برشا، معناها تجم تجيب ناس في الإطار الصناعي ولا الفلاحي ولا التجاري يجيوا لتونس باش يستثمر. دونك الوضع الحالي كيفاش تحكم عليه سي طارق؟ الوضع الحالي احنا الأرقام نزلت شوية في الثلاثة أربع سنين الأخرانية لعدة أسباب. هو يلزم نعرفه واحد مش يمشي يستثمر في الخارج، فما أشياء يلزم يثبتهم ويحب يثبتهم، وهذا شيء منطقي خاطر مش يجيب فلوس متاعه مش يستثمرهم، الهدف متاعه هو باش يربح فلوس، إن فينا يحب يربح الفلوس وهذا شيء عادي. دونك يثبت من الأشياء اللي ثبتها يلزم البلاد تبدأ ما فيهاش مشاكل، يلزم البلاد عندها صورة باهية، البراندينج متاع البلاد هذاك مهم برشا. ثلاثة يلزم وقت يقرأ الأرقام ويقرأ الريتينج متاع البلاد يكون ريتينج باهي. فما عدة أشياء احنا في تونس مع الأسف هذه ما هيش متوفرة في آخر السنين. نعم، إذن ماذا يقترح ميسا سي طارق الشريف؟ ماذا يقترح؟ بالفعل سي طارق يعني اقتراحاتك باش نتطوروا الوضعية والحلول متاع المشاكل هذه. عدة أشياء يلزمها تتحسن، أشياء اللي هي تابعتنا احنا، مثلا اللوجيستيك حاجه مهمه ومهمه جدا، خاطر هو شنو اللي حاجته مثلا وقت ناخذه في الصناعه، في الصناعه هو يحكم في كل ما هو داخل المصنع نتاعو، اما من باب المصنع هو خارج ما عادش يحكم في حد شيء، لا في الدخول لا في جيبان الماتير بروميير لا في الخروج نتاع الماتير بروميير، لا يحكم لا في الوقت لا في السوم لا في حد شيء، وهذاك الكل يدخل في القدره التنافسيه نتاع المصنع. دونك هو شنو اللي يعمل اللي مش يستثمر مثلا في مصنع ولا في فلاحه، مش يشوف يعمل دي كومباريزون، يعرف البلاد هذه اش تعطيه والبلاد هذه اش تعطيه، واليوم القدره التنافسيه اللي بها الفايده، خاطر يقول لك في الاخر وين عندي انا مكان باش نجم نبيع في اوروبا ولا في مناطق اخرى. فما لوجيستيك حاجه ما فماش كان لوجيستيك، فما مثلا توسكي فيسكاليتي مهم ومهم جدا، اذا كان كل عام تبدلوا انت القانون نتاع الفيسكاليتي ما يلقاش روحه، وخاصة بالنسبة للشركات الكبيرة اللي ملتي ناسيونال هذوما يعملوا ديز اوبجيكتيف على 5 سنين على 10 سنين، إذا كان أنت كل عام تبدل له الحسابات نتاعو ما يلقاش روحه، ما يحبش حوايج كيما هكا، هو يحب لاستابيليتي في القوانين والكل، قوانين مهما كانت صفتهم. كذلك الجوستيس مهم ومهم جدا، العدالة يلزم يكون متأكد اللي هو ماشي البلاد العدالة نتاعها
تنصفوا اذا كانوا عنده حق بالطبيعه، اذا كان ما عندوش حق ما عندوش حق. حاجه اخرى اللي هي مهمه ومهمه برشا هي لو تيسيو اندستريال، معناها اش فما في البلاد يجم يعمل سوتريتونس، يجم حوايج معناها يقوم بهم في البلاد يلقاهم بسهوله، ما فماش اشكال نتاعهم، هذاك مهم. البلاد هذيك عندها معناها عندها تسهيلات مع بلدان اخرى، خاطر هو يحب يصدر للاسواق نتاعو العاديه الكلاسيكيه خلينا نقولوا. اما اذا كان انت عندك ديزافونتاج مع ليبيا، عندك ديزافونتاج مع الجزائر، مع بلدان في كل تحلوا نوافذ اخرى اللي هي تجلبوا، خاطر يلزمناش نغلطوا، احنا السوق نتاعنا سوق صغيره مش سوق كبيره، احنا نحكيوا على 12 مليون. شكرا. مع القدره نتاع كل تونسي ما عندوش قدره ماليه قويه ياسر، يلزمنا نحلوا نوافذ على بلدان اخرى باش نشهيه المستثمر وقت يجي لهنا، ما هوش مش يستثمر في 12 مليون، مش يستثمر في 12 مليون. نعم موافق ميس المقترحات نتاع سي طارق شريف، وفي اسواق اخرى خارج تونس. يعيشك سي طارق، شكرا، يعطيك الصحه. يعيشك يعطيك صحة. شكرا خميس على هذه الإفادة مع السيد طارق شريف رئيس منظمة كونكت، شكرا على هذه الملاحظات والمقترحات. رحبوا بزميلتنا زمردة دلهومي رئيسة القسم الاقتصادي بجريدة المغرب، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. نواصل معك بعجالة لو تسمح لي، أنه عندنا شوية حوار. تقدم لنا الوكالة، مش الوكالة نعرفوها، لكن أبرز الإنجازات نتاعها في الفترة الأخيرة. صح، الوكالة كما ذكرت معنا على مدى 27 سنة، لأن تم إحداثها سنة 1995، عندها ثلاث مهام رئيسية. المهمة الأولى هي الترويج للاستثمار الأجنبي بتونس، هذا نقوم به عبر الأنشطة الترويجية، خاصة لتقديم إبراز المزايا التفاضلية لتونس وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة عبر النشاط متاعنا، عبر المكاتب متاعنا اللي موجودة خاصة في أوروبا اللي ذكرتم عندنا 5 مكاتب. الدور الرئيسي للوكالة هو الاتصال المباشر بالشركات الأجنبية والمستثمرين لحثهم للاستثمار ببلادنا. والمهمة الثالثة اللي ما تقلش أهمية هي الإحاطة ومساعدة الشركات الأجنبية اللي موجودة في تونس، مع المستثمر كيف يجي ما نخليوش، معناه يلزم طيب مرافقته ومساعدته. هذه المهام الرئيسية للوكالة. سي عبد الباسط، سألتك سؤال مضبية جاوبني عليه، على حكاية تمركز الاستثمارات الأجنبية في تونس، الخارطة متاعها غير متوازنة. أنا في البداية باش نعقب على كلام سي طارق، لأنه الاستثمار الأجنبي راه مرتبط خاصة بالاستثمار العمومي وبالاستثمار المحلي، معناها للمستثمرين التونسيين. يلزم المستثمر الأجنبي كيف يشوف بلاد، يلزم يشوف أنه الدولة تستثمر في البنية التحتية، تستثمر في مشاريع كبرى، عندها رؤية للمستقبل، وكذلك يشوف المستثمرين المحليين عندهم ثقة في مناخ الأعمال اللي موجود ويطوروا في النشاط نتاعهم، هذا باش يحث الشركات الأجنبية. بالنسبة للتمركز بطبيعة الحال ثم تباين كبير سواء على مستوى البلدان مصدر الاستثمار اللي ذكرناه، اللي هما تقريبا منحصرة في 3 بلدان رئيسية، فرنسا إيطاليا ألمانيا. بالنسبة للتوزيع الجغرافي في تونس بطبيعة الحال نعرف معناها تاريخي، احنا بدينا نستقطب في الاستثمارات الاجنبيه منذ السنوات 70، معناها من السبعينات، كلها مرتكزه في الشريط الساحلي. المشكله توا في الاحصائيات في السنوات الاخيره ولات مرتكزه في خاصه في تونس الكبرى، معناها اكثر من 56% من الاستثمارات تقريبا في ولايات تونس الكبرى. هذا يعود لعده اسباب، لانه احنا التنميه الجهويه ركزنا خاصه على الحوافز، الحوافز وحدها ماهيش كافيه، وهذا بالتجربة تم سن عديد الحوافز، سواء حوافز مالية أو حوافز جبائية أو على مستوى التشغيل يدعم، لكن راهي مرتبطة بالإطار العام، مستوى العيش، توفر الضروريات سواء من ناحية التربية والتعليم والتكوين والضروريات الكل من الصحة ومن كل، وإحنا نشوفه معناه في المناطق الداخلية تقريبا ما تماش حاجة جديدة صارت اللي هي ممكن تستقطب. على فكرة راهو عديد الشركات الأجنبية قامت بتجربة واستثمرت في سليانة، في باجة، في جندوبة، في قفصة، لكن الحقيقة تتعرض العديد الصعوبات لأنه غياب البنية التحتية ما هيش معناها متطورة، ما تمكنش تعرف أنه أغلب الشركات الأجنبية هي شركات مصدرة، وتواجدهم على الساحل هو خاصة القرب من المواني ومن طرقات السيارة ومن مرافق الحياة الكل اللي تمكنهم. يعني نفهم من كلامك اللي بيئة كاملة يلزم الاستثمار الخارجي بتبعت ليلة، هذا معقول معقول، لكن هنا كلامك مهم جدا سي عبد الباسط، هنا لابد من الإحالة على ضرورة البعث والدفع بخطط التنمية الجهوية.
هذا مهم جدا حتى المستثمر نشوفه التمركز اللي موجود في تونس كبرى يمشي شوية للجنوب يمشي شوية للوسط حتى للشمال الغربي زادة لأنه برشا مؤسسات يعني تلقى صعوبات في الحقيقة. زمردة دلهومي مرحبا بيك. أهلا وسهلا. تراش أنه الاستثمار الخارجي في تونس في حاجة إلى ثورة على مستوى التشريع أولا لأنه يعني مجلة الاستثمارات مجلة عليها برشا لوم من المستثمرين الأجانب يقولون لك احنا من شركه ولا مصنع ولا مؤسسه ما نجمش نبعثها في 24 ساعه كما في بلدان اخرى من غير ما نسميوها. شنو رايك في هذا الموضوع؟ اولا ساعه المستثمر الاجنبي هو يجي فما رسائل طمأنة قبل كل شيء، قبل الامور اللوجستيه وقبل الامور التقنيه اللي سي عبد الباسط ادرى بها مني، قبل فما رسائل طمأنة على المستوى السياسي. بلاد ما فماش فيزيبيليتي قدامك، ما فما حتى شيء على مدى سنوات، ما فما حتى حاجه واضحه على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. شريك اجنبي باش يجيك من برا باش يجيب اموال وامواله باش يدخل يستثمر وباش يخدم، شنو انت الحاجه اللي محضرها له؟ نحي انه معناها احنا من اول الدنيا قاعدين نحاولوا ان نوفروا معناها امكانيات بسيطه وهما متفاهمين، لكن ثم ما اخطر كي تبدا الحياه السياسيه وكي تبدا الشركاء السياسيين في تونس في بلاد كما تونس الكلها فما براد فير وما ثماش معناها صراع على السلطه وصراع على التموقع باش تجيبوا انت الشريك الاجنبي. لكن صندوق النقد الدولي عمل مؤشر طيب، يعني قال لك صندوق النقد الدولي من اللي بدا معنا في 2013 هو يعطي في مؤشرات طيبه الكل كلام. لا في ظل الوضع الراهن، في ظل الوضع الراهن زمردة قال لك معناتها ثم محادثات جيده وصفها بالجيده يعني وقالها في كل محاولاتنا مع صندوق النقد الدولي نفس النتيجه يخرج بها واحنا ندعم تونس ومؤشرات طيبه وكلام باهي وكلام حلو ويشربوا قهوه ويفطروا ويروحوا غدوه المشاكل نتاعنا نحن ما تحلش. احنا دوله ناقصة اقتصاديا، ناقصة أفكار واستراتيجية، ناقصة مخططات تنموية، ناقصة أفكار كبيرة باش نجم تخرج منها بالمأزق هذايا. نفس العبيد اللي يتعاملوا معاهم صندوق النقد الدولي في كل مرة يجيوا يقابلوا إكس وإجريك وفلان وعلان ويتقابلوا ويقعدوا ويتحاوروا بالساعات والساعات والأسبوع والأسبوع والإجراءات. شنو هو الإجراءات اللي تفهموا عليه الكل ينفذوه؟ ينفذوه معناه اللي مطلوب منا من تونس عندك توا من الثوره هذا من 2011. هذا تشخيص، خليني نكمل. اعطيني الحلول، اعطيني من وجهه نظر انت ك معنا خبير، لكن انت كصحفيه مختصه رئيس قسم اقتصادي كيفاش تنظر للمساله يعني من وجهه نظر اعلاميه ماكش يعني متدخله في الشان الاقتصادي. يا زمر تفضل. يلزمنا توا نحاولوا ان نركزوا بالاساس على الاستثمارات الداخليه المحليه. نعم. على بلادنا، على المحاولات بلادنا، على الباعثين الشبان، على الستارت اب، على المشاريع، اعطيهم فرصه. خلينا توا راهي باش تجي الاستثمارات الاجنبيه وقت اللي بلادنا تستقر وامورها تمشي واحده واحده والمشهد السياسي يريد شويه تو ترجع الاستثمارات الاجنبيه ونعرفوها الكل هذا متفق عليه ومتعارف عليه من اول الدنيا. اعطينا توا نعملوا نعطيه فرصه للستارت اب، نعطيه للباعثين الشبان احنا زاد عندنا مؤسسات صناعيه منتصره اجنبيه يا زمردة. سامحني نعم. نعملوا معاهم هذوما الناس اللي هم ملتزمين مع الحكومه التونسيه وملتزمين يلزمنا زاد القول حلول باش بالعكس ما نخليهمش يخرجوا من تونس. ما تنجمش تخرجهم وانت عندك مشهد سياسي متمزق، ما تنجمش تشدهم. هو غدوه ما عندوش فيزيبيليتي ما يعرفش. لكن كي نشوفوا مؤسسات كيما هاو نشوفوا مؤسسه بعد يعني مثال ناجح في الحقيقه ليوني مثلا. ليوني متمسكه بتونس عندها سنوات لم تغادر رغم الازمه ورغم معناتها الاهتزازات. هذاك اكزامبل مش المؤسسات الكلها كيما ليوني. نعم. شكرا ثم مؤسسات سامحني ثم مؤسسات تغادر الى دول اخرى شقيقه ومجاوره لانها اكثر استقرار سياسي من تونس. موجود موجود سماه. الحلول دياغنوستيك توا فهمناه التشخيص عرفناه. كونسيرنون الشركات اللي خرجت من تونس عام 2012 و2013 صدقني كي نقول لك انا فهمت قرابه 60% منهم عاودوا رجعوا. علاش؟ على خاطر كي خرجوا لبلدان اخرى ما لقاوش لا كاليفيكاسيون دو لا مان دوفر اللي لقاوها هنا في تونس. هذا يعني يد عامله مؤهله. اي هذا في فهمتني؟ معناتها عندنا التونسي يسوفي تحطه فهمتني في امبيونس باهيه ولا في يتعلم فيسع. يتعلم ويولي لك ان بون تكنيسيان. سي سكي نو مونك اكتويلمون. اللي هي فهمتني لا مان دوفر كاليفي. اليوم عندنا فهمتني قرابه 600 الف ولا 700 الف شومور فهمتني فيهم قرابه 200 الف شهادات عليا وفما قرابه 600 الف اللي هما شهادات معناتها ما عندهمش ديبلوم ريالمون شهاده ما عندهمش ديبلوم. نعم جمله. نعم. هذوما اليوم يلزم الدوله تخدم عليهم باش تعمل لهم فورماسيون
واليوم فما حاجه تريز امبورطون سامحني نكملها. الفورماسيون لشنو باش هاني جاي راه موضوعنا المؤسسات الاجنبيه المنتصبه بتونس هاني جاي يعني باش يقبلوهم المؤسسات هذوما. اسمحني كلمه هاي. احنا فهمتي ريالمون فما تروا سيكتور طيب في ايكونوميك اللي هو سيكتور بريمير سكوندير اي تيرسيير مي بسطنا بالعربي بالله سيمير فما مسيش تنعاونك انت فما ريالمون فما سيكتور بريمير اللي هو الاجريكولتور الفلاح واحد فهمتني فما سيكتور سكوندير الخدمه اللي هي فهمتني الاندستريال واحنا فهمتني اون سي سبيسياليزي في الاندستري ليجير اي نون با الاندستري لورد فهمتني صناعه ثقيله لا الخفيفه خفيفه الخفيف والحاجة الثالثة اللي هي لو سيرفيس فهمتني والخدمات والتوريزم واحد تروازيام سيكتور تيرسيير تخلق سيكتور جديد اللي لازمنا نخدموا عليه وعندنا فهمتني اون تري غراند فهمتني بيرفورمانس فيه اللي هو لو سيكتور دو لا تكنولوجي فهمتني واللي هو فهمتني نخدموا عليه مع شكون يا سي ماهر نخدموا عليه اراه ونحكيوا على مؤسسات اجنبية هاني جاي يا اخي فسرنا النقطة هذه نقطة الترابط انت اليوم تعرف اللي عندك قرابة 4000 انجينيور في الانفورماتيك قاعد يخرج كل عام من تونس علاش على خاطر ريالمون ما لقاش فهمتني 50 ينا با تروفي 50 هنا في تونس كلكو سوا باش يخدم ايميدياتمون فهمتني المرشي ما يرفعش باهي باهي نحصلوا سمير بعد اذنك سامحني راهو موضوعنا المؤسسات الاجنبيه المؤسسات الاجنبيه احنا مانيش نحكيو اليوم على ستارت اب ولا المؤسسات الناشئه ولا راهو لازمنا نحصروا الزاويه نتاع امازون ولا نحكي لك على مايكروسوفت علاش خرجت من تونس مايكروسوفت هاي علاش طيب ما قعدتش عناصر كفؤه ومؤهله ما قعدولهاش ما يقعدولهاش يخرجوا ما يقعدوش على خاطر الاتموسفير في تونس الكل فهمتني خايب فهمتني طيب هذاك علاش سعد بسط أنا الحقيقة يلزم نشوفوا الجانب لأنه ثاني جانب سلبي معناها سلبيات كل نعرفوها يظهر لي معناها يوميا مركزين كان على الجانب أول شيء نحب النقطة اللي نحب نأكد عليها أنه بعمرنا ما شهدنا معناها مغادرة مكثفة للشركات الأجنبية من 2011 إلى حد الآن أكثر مشكلة يمكن نتعرضوا لها هو قدرتنا على استقطاب استثمارات جديدة لأنه أغلب الاستثمارات اللي ذكرناها هي مرتكزة خاصة في عملية توسع لشركات موجودة في تونس تقريبا 84% من احنا في 2021 سجلنا أكثر من 500 عملية استثمار وبالرغم التراجع هذاك فما ناس معناها مازال عندها ثقة في موقع تونس ومازال تستثمر عملية استثمار في بما فيها إقامة المصانع أو التوسعة هذا المقصود 84% أكثر من 400 عملية توسعة وتقريبا أكثر من 80 استثمار جديد معناها شركة جديدة ما هيش موجودة في تونس واستثمرت بات الحال هذا يبين أنه اللي تونس بالرغم الصعوبات والعراقيل اللي مركزين عليها احنا كل يوم ثم تونس مازال عندها مزايا تفاضلية راو جاذبية البلاد فيها عديد العناصر احنا مركزين على بعض العناصر تونس الموقع الجغرافي متاعها مازال معناها يشكل نقطة قوة لأنه احنا قرب من عديد أسواق كبرى سواء أوروبا أو الشرق الأوسط بالإضافة للبلدان المجاورة بانفتاحنا نحو أفريقيا تعرف اللي عندنا علاقات تاريخية مع جنوب الصحراء معناها الأفريقية الآن في السنوات الأخيرة ندعموا في تواجدنا وفي مبادلاتنا مع تكتلات معناها ذات معناها مستوى معناها أفاق واعدة اللي خاصة جنوب وشرق أفريقيا والآن بالاتفاقية متاع المنطقة الحرة اللي على المستوى القاري اللي دخلت معنا حيز تنفيذ في 2021 هذه تفتح لأنه عديد البلدان يرغبوا في لما حتى يحبوا ينتصبوا في تونس هم يستهدفوا خاصة السوق الأفريقية وتونس عندها موقع متميز يمكنها بالإضافة للموقع الجغرافي المتميز والطبيعة الخلابة هذا وكل الموارد البشرية أهم شيء هو الموارد البشرية راهو هذايا رأس مال صحيح وإحنا نعتز ببلادنا لكن راهو المستثمر يحب مطارات يحب ميناء نفيذة اللي هو ميناء نفيذة المعاطرة يحب المرفأ المالي اللي هو مازال معناتها في الخطوات الأولى سيناجح يعني يحب برشا أشياء يحب مناطق صناعية يحب مناطق صناعية معناتها موجود فيها كل المرافق هذا شنو عملتوا أنتم في هذا سي عبد الباسط شكون اللي عملنا مع الأطراف المتدخلة توم التصميم مع وزارة الصناعة مع لابي مع وكالة الصناعة والتجديد احنا ديما نحثوا احنا المدورة متاعنا راهو ترويج الاستثمار الترويج ومرافقة المستثمرين هذه طيب. متطلبات المستثمر الأجنبي إيه لكن وإحنا يوميا ندعيه سمحني بعد إذنك مثل خلنا نتفاعل معاه
ثم دوركم زادة كوكالة أنكم تطرحوا هذه المسائل للنقاش على بقية المتدخلين. بطبيعة الحال هذا شغلنا اليومي معناه. إيه علاش الحال. علاش أولا نشوفه في كثرة متدخلين في هذا المجال صحيح. علاش علاش الصعوبات هي متعلقة. أنا ذكرت الاستثمار العمومي. الاستثمار العمومي هو خاصة في البنية التحتية واللوجستيك، لأنه هذاك باش يشجع سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا من المشاكل اللي تعرض لها تونس، أنه ما استثمرتش معناها في البنية التحتية. الاستثمار العمومي تقريبا متوقف في السنوات الأخيرة. كذلك يلزم ملائمة المتطلبات معناها الشركات اللي من ناحية اليد العاملة، يلزم تكوينها حسب متطلبات السوق مش حسب ما الهياكل معناها التكوين هي ترغب فيه. تعرضت للإجراءات الإدارية بطبيعة الحال يزم مزيد تسهيل. هناك ثقل كبير. تفضل زمرد سي حمادي، أنت فلاحة لكن ثم استثمارات أجنبية في القطاع الفلاحي موجود. هذا نشوفه كان عندك بعض الصعوبات في هذا المجال. والله الصعوبات فضل بعد إذنك. فضل زمرد تفضل. أولا هو كما كان يحكي لك سيادته أنه المستثمر الأجنبي أول ما يطلب بنية تحتية سريعة أنه يكمل إنتاجه ومن المصنع متاعه وخدامته والكل، يلقى طريق به باش يوصل، يلقى مطارات، يلقى ميناء، وخاصة المشاكل اللي نعرفها الكل في ميناء رادس هذيك يلزم يلقاو لها حل. ثانيا المستثمرين ديما يقول لك مجلة الاستثمار متاعنا ديما عندنا المشكلة الأزلية من قانون 1900 أفريل 1973 من اللي بدينا نحن نركزوا هكا وليه من اللي بدينا احنا نركزوا على الاستثمارات الأجنبية وديما عنا نفس المشكلة. قديش من مرة تشريعات، قديش مجال الاستثمار تعاودت وتعاودت وديما ما هيش ملائمة للمتطلبات الحالية، وديما يتشكيوا منها مش المستثمرين الأجانب وحتى المستثمرين عفوا المحليين زادا يتشكيوا منها. هذا بالإضافة إلى البيروقراطية. نعم. بالإضافة إلى تطويل الإجراءات والمخاطب يحبوا مخاطب وحيد يقضي لهم كل شيء، يمشي يحل مشروعه على وراء عليه تعذب فيه. هو جاي من آخر الدنيا جاي باش تعديه على برشا رخص إذا ما تتنحى اليوم ثم رخص إذا ما تتنحى زيدة ثم رخص ثم أوراق وحاجات مطلوبة زيدة. أنا اليوم فهمتي نمشي باش نطلع بطاقة تعريف، نعطيك إكزامبل أنا فهمتي لحاجة أدمينستراتيف هذي فهمتي منين باش نطلعها؟ باش نطلعها من الإدارة التونسية اللي هو مركز الشرطة، يطلبوني في أوراق من الإدارة التونسية كما المضمون من البلدية ولا فهمت شهادة السكنة من المركز ولا ثبوت جنسية من 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 من, من المحكمة. سي انسونسيز عليه هذه نعم. حاجة أعطيتك اكزامبل أنا هذي. يقعد المستثمر جمعة ولا جمعتين هو يلوج على ورقة وتعريف بالإمضاء وغيره وتعريف بالإمضاء باش نجيك في رد نهائي سي عبد الباسط. بعد ذلك عندنا ريبورتاج باش نشوفوه، تنقلنا إلى باجة وصورنا في معمل ممتاز جدا، لكن حاب نسمع أنا سي حمادي الحبيب. كذلك حتى ثم مشكلة التصدير ومشكلة كما قالوا لوخيان لوجيستيك ترانسبور، كذلك البنية التحتية كما قالوا لوخيان، كذلك مجال الاستثمار، هذا كل بتاتر ما يشجعش، وحتى زاد الاستقرار السياسي هذا الكل ما يشجعش المستثمر باش يجي يستثمر. من وجهة نظرك انت كخبير، ولو نحن مش حكيو شويه بعد شويه على الموارد الماليه، شوف الحل موجود. هو ان الاشكال هو كثير ثم من الاطراف المتدخله، كثير ثم الاستثمار ثم نقص من المتدخلين معناتها. لا نحاولوا باش نعملوا مجموعه متكامله اللي تجم تساهم في الشيء هذا. مخاطب وحيد خاطر المشكل اذا هو يروج ما يقاش كاش يصدر، اذا مش يصدر مثلا هو في سيدي بوزيد ثم مشكل الطرقات، ثم كذلك المشكل الاجتماعي الاضرابات كذلك، هذا كذلك يساهم باش ما يشجعش. انا اذكر في كي كنت وقتها في التشغيل ثم مؤسسه كوريه وقت اللي العمال قاموا بتكوين معناتها مجموعه لحمايه العاملين الكوريين، قالوا هذا ما عندناش في كوريا دونك سكر. واضح، شكرا لك. نمشيو للباجه كونسيرنون معناتها النقابات. واحد ريالمون كان جاء فهمتني فما قانون دوله قانون مؤسسات، فما قانون اللي هو يتطبق معناتها وميليمتر بري ريال ما مسحقون هيش طبق حرفيا نعم مسحقون هيش. شكرا سي ماهر يعطيك الصحة، شكرا. واضح. نمشيو للباجة ضيوفنا الكرام وسادة المشاهدين وزيارة إلى هذا المصنع المتميز. استثمر في تونس، لماذا وكيف ولأي غرض؟ استثمر في تونس لأن اقتصادنا هو من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية
على الصعيد العربي والإفريقي، وهو يوفر للمنشآت محيطا أفضل. فتونس تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث التنافسية العالمية، علاوة على جودة مؤسساتنا العمومية ومستوى تعليم السكان النشيطين وصرامة الاقتصاد الكلي. مؤسسة كرونبيرغ وشوبيرت هي مؤسسة أجنبية ألمانية مستثمرة في بلجيكا من سنة 2007، تشغل حاليا 3000 عامل وعاملة، كلهم من تونس وكلهم من بلجيكا. نخدم مع حرفاء أجانب في ألمانيا، مصنعين سيارات عالمية موجودين في ألمانيا. المؤسسة متاعنا موجودة كما قلت من عام 2007، وقيمة استثمار يعني مستثمرة قيمة استثمار عالي، تعمل في شيفر دافير كيف عالي في بيجا. لذلك فتونس وجهة ملائمة للاستثمارات الخارجية للكفاءة العالية لفنيها وعملتها وإدارتها. سياسة الموارد البشرية إنه العمل متاعنا يكونوا هما في قلب الاهتمام متاع المؤسسة. هذه الحقيقة خلق مناخ اجتماعي باهي برشا في وسط المؤسسة متاعنا، وممكن إنه يتخلق حوار اجتماعي ما بين العمل، ما بين الإدارة، ما بين لي بارتنير سوسيو في المؤسسه. هذا هو اللي خلى اليوم الوضعيه تكون هكا، وهذا يعطي حافز للعمل نتاعنا باش يقدموا اكثر ما عندهم، باش اليوم الشركه هذه تكون في اعلى المراتب. سر نجاحنا في الشركه هذه هي ارساء سياسه توصليه داخليه وخارجيه نجم نقول عليها ناجحه. الجانب التقني للمؤسسه، احنا المؤسسه نتاعنا رايده في المجال نتاعها كما سبق وقال زميلي من بكري، من جملة 40 معمل احنا توا نمثلوا الشركة الرائدة والبنش ماركينج نتاع الجروب الكل. الكليونات نتاعنا هما توا مرسيدس بانز، اودي، بورشي، ونخدموا عديد الضفائر الكهربائية. منها نخدموا ليزابياس، نخدموا الكهرباء توا الالكتريك الجديدة لباتري نتاعها، واللي مرشي مهم برشا وعنده أفاق كبيرة برشا في العالم. ونختمو توسكي برودوي كومبلكس الأودي. بالنسبة للمشاريع عنا مشاريع جديدة، منهم السنة في آخر العام إن شاء الله هو تو ديجا بدينا في الفاز تاع البروتوتيباج تاع الأودي أسيس. وفما مشاريع أخرين في الأبياس، وفما مشاريع أخرين تاع كابلاجات صغار اللي يستعملوهم في الكهرباء، في الليزانكس تاع الكهرباء، كليماتيزاسيون والبيبان والكراسي. ان شاء الله بالنتائج اللي حققناها توا الجروب ماشي معناتها في اتجاه الاستثمار في تونس. وفوق هذا يتميز اقتصادنا بالتحرر المتنابي وبالاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي، علاوة على مجلة الاستثمارات الخارجية المثالية والتشريعات المشجعة. زمرد دالهومي رئيس القسم الاقتصادي بالمغرب، فماشي إشكاليات أخرى نجم نضيفوها على ما كنا بصدده؟ هذوكم الإشكاليات المتعارف عليهم واللي ديما نتداولوا فيهم ونقولوا، لكن بقى إشكال آخر هو عدم ملائمة التشريعات والقوانين مع انتظارات المستثمر المتعلقة بالصرف والعملة والشراءات والدفع بالشراءات للخدمات بالعملة الصعبة. نعم. سي عبد الباسط، كيف نمضي إلى آفاقنا أرحب الآن في هذا المجال، في هذا القطاع المهم والاستراتيجي؟ بطبيعة الحال نعرفوا أن الاستثمار الأجنبي هو دافع للنمو الاقتصادي كما التصدير، معناها والبلدان الكل تسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأعتقد أن تونس قادرة على استقطاب أكثر معناها من الاستثمارات الأجنبية. بطبيعة الحال يلزم تذليل الصعوبات اللي ذكرناها، مزيد تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم معناها العمل على تحسين البنية التحتية وخاصة الجانب اللوجستي والجانب اللي ذكرته قانون الصرف، هذا كله عين به. الآن فيه يتم العمل حاليا على
كل هذه المسائل لدفع الاستثمار الخاص بصفة عامة وخاصة من الاستثمار الأجنبي. تعرفوا أنه الأزمة الصحية هذه بالرغم من النتائج السلبية اللي أثرت على عديد القطاعات، لكن تعطي فرص خاصة من الشركات الأوروبية اللي موجودة في جنوب شرق آسيا وخاصة في الصين لتحويل جزء من أنشطتها إلى جنوب البحر المتوسط، وهذا تخدم عليه الوكالة منذ بداية سنة 2021 بالاعتماد على مكاتب خبرات مختصة في تحديد مستثمرين أجانب اللي هم يرغبوا في الاستثمار في المنطقة هذه. وتونس الحقيقة وعنا اتصالات معناها هامة إيجابية بطبيعة الحال نقوم بمتابعتها وندعيه أنه تذليل كل الصعوبات هذه احنا واعيين بها، لأنه بتواصل مستمر مع المستثمرين الأجانب ونعيش معهم في بصفة يومية الصعوبات هذه كل، لكن راهي الصعوبات هذه ممكن تداركها إذا توفرت العزيمة ويلزم اتخاذ إجراءات جريئة. عديد القوانين تم تطرق لقانون الاستثمار، المشكلة مش كان في القانون، المشكلة في إنفاذ القانون، لأنه عديد الإجراءات اللي جاء بها معنا قانون الاستثمار متاع 2016 اللي دخل في 2017 معنا حيز التنفيذ ما تمش تطبيقها، ثم عديد معناها ماهوش متلائمة مع بعض القوانين القطاعية. هذا الكل يتم العمل الآن على مراجعة قانون 2017 لتحسينه وملائمته كذلك مع الواقع، لأنه راهو حتى البلدان اللي عندها قوانين معناها جاذبة للاستثمار الآن تتغير المعطيات على ضوء الأزمة الصحية هذه وعلى ضوء المتغيرات، لأنه نشهد في تغيرات كبرى على المستوى العالمي وعلى مستوى حتى القطاعات. نعم، شكرا لك سعد بسط، ابقى معنا في هذا الاستوديو بطبيعة الحال لمواصلة فقرة الحصة. سي حمادي، باش ندخل بعد شوي الموضوع زاد نتاع المياه اللي هو جدا استراتيجي، الأزمة الأوكرانية الروسية الآن المواجهة اللي صايرة كيفاش تنجم تنعكسها لتونس خاصة على مستوى الحبوب وتصدير توريد الحبوب؟ صحيح، احنا ثم كميه ناخذوها من اوكرانيا، وبالطبع تاثيرها باش يكون على ثمن سعر الحبوب اللي باش يرتفع. هي وزاره الفلاحه قالت لي الحبوب كميات وصلنا حتى لجوان اللي عندنا الى حد الان، حسب تقديركم يمكن نوصلوا لجوان؟ ان شاء الله ان شاء الله ممكن نوصلوا لجوان على الكميه الموجوده حتى لجوان. هي منظمة كونيكت قالت لي نجموا كميات ما تكفيناش اليوم في بلاغ خارج معناتها انفلونسي بار لو بري، فهمتني؟ شرينا احنا تو قتل بشع شنو شرينا حتى الميو حتى الجوان، فهمتني؟ اما مازلنا ما خلصناش، فهمتني؟ انا بارتي خالصه وانا بارتي مش خالصه، بارتي اللي مازالت مش خالصه بتاع 3 شهور تاع مارس ابريل ماي هذاك، فهمتني؟ نجم يتاثر بالسعر، فهمتني؟ نعم نعم واضح. نشوفوا هذا الروبورتاج الآن في موضوع مهم جدا، يعني الحقيقة توفر المياه في تونس والموارد المائية وتأثير هذا الشح المائي. احنا توا تحت الفقر المائي او في وصلنا للفقر المائي، يعني سي حمادي المعدل هو 1000 تقريبا متر مكعب بالنسبة للفرد، هذا المعدل العادي. هو الفقر المائي هو 1000 متر كوب في السنة لكل مواطن، هاي والشح المائي هو 500 متر كوب لكل مواطن في السنة. احنا 420 وقت الحاضر عندنا 420 متر كوب في السنة، هذا في سنة عادية، لكن احنا سنة في سنة جافة رغم الأمطار الأخيرة هكا شوية ربما حصلت الوضعية في الصدور. هو إذا ناخذوا الأمطار كانت يعني في حدود 80% من معدلها كان في الشمال، لكن في الوسط وفي الجنوب كانت أمطار ضعيفة وضعيفة جدا في حدود 20-25%. نعم. دوك هذا اللي عنده تأثير أكثر على بالطبع على مياه الشرب وعلى مياه الري. نشوفوا هذا الروبورتاج صورة في الشمال الغربي حول المياه ثم نعود. أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض منسوب التساقطات في تونس، الذي أدى إلى تراجع المخزون المائي الذي وصل إلى مرحلة متدنية بعد نهاية الموسم الصيفي 2021، الأمر الذي بات يهدد الموسم الفلاحي الذي يستأثر بنسبة تناهز 80% من أغلب الموارد المائية.
رغم الأمطار الأخيرة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر والتي أدت إلى استيعاب 1,145,000,000 متر مكعب لتصل بذلك طاقة امتلاء السدود الآن إلى حدود 49% وفق المرصد الوطني للفلاحة. وقد بلغت الإيرادة الجملية للسدود خلال الموسم الحالي 833,000,000 متر مكعب مقابل 1,043,000,000 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنوات الثلاثة الماضية، أي بانخفاض ناهز 210,000,000 متر مكعب. وقد سجل سد سجنان أعلى نسبة امتلاء بلغت 89% في المقابل سجل سد الحماة وسليانة أضعف نسبة امتلاء بلغت على التوالي 5% و14%. حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فإن نصيب الفرد في تونس من الموارد المائية المتاحة في حدود 450 مترا مكعبا في السنة، وهذا العدد مرشح للانخفاض إلى 350 مترا مكعبا سنة 2030، وذلك نتيجة سنوات الجفاف المتتالية، الأمر الذي بات يهدد القدرة على توفير مياه الشرب مما سبب انقطاعات متتالية بصفة دورية مع ارتفاع الطلب على المخزون المائي وتنفيذ الاحتجاجات وقطع الطرق المطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب والإخلالات التي شابت عمل الجمعيات المائية. تعبين تعبين في المياه، تعبين بالقدي بالقدي. شنو المطلوب؟ تعبين أعطينا المي. تعطينا المي وجمعية هنا ما عادش حاجتنا به. لا قاعدين نخلصوا مش باش نلمي. واثنين الزوالي باقي يخلص، ثم ناس متسترين عليها، أعضاء الجمعية متسترين على الناس هذه، اللي المونطون يوصل 30 مليون، الفلوس هذه وين مشات؟ عنا احنا طالبين حاجه واحده، طالبين الدوله تحمل مسؤوليتها. يا خويا مستعدين يعينون موظف حكومي يخلصوا احنا من جيوبنا، وطالبين محاسبه للجمعيه، الاعضاء الجمعيه هذه المحاسبه بالقانون. احنا في اخر مره في شهر جانفي تم تدخل والتنسيق مع ستيك على اساس يقع جدوله الديون، وهو ما تم في دفع 5 ملايين وجدوله بقيه الديون اللي هي بقت 23 مليون كل بمعادل 5 ملايين في كل شهر. هل هو دعوه لاهالي المنطقه خصيصا للمؤخرتين وكل انهم يعاونوا الهيئه الموجوده على دفع معاليم الاستهلاك باش نجموا ان نحصل مبلغ نتاع 5 ملايين ان شاء الله. نقص الأمطار الذي سجلته البلاد منذ سنة 2020 أثر بشكل كبير على مخزون المياه، مما أضحى يهدد الأمن الغذائي لتونس مع تواصل انحباس الأمطار وتراجع منسوب المياه في السدود يوميا، الشيء الذي يمكن أن يعمق الأزمة أكثر في السنوات المقبلة. سي حمادي مرحبا بك مجددا. مشاكل كبيره في المياه، السدود عندنا 37 سد اعتقد. عندنا 37 سد و900 بحيره جبليه، 240 سد جبلي وتقريب 1000 بحيره جبليه. نعم. واحنا يعني التقسيم هذا يقع على حسب يعني نسبه الخزان. اي نعم. قداش ينجم يزيد بالنسبه لوضعيه السدود الان؟ يعني مساله التزويد غير كافيه تماما، خاصه 80% ماشي المياه للري. ما ثماشي هكا إمكانيات أو مجالات باش نجموا تحكموا في مياه الري، يعني حتى نفسحوا المجال للناس اللي هي تعاني يعني في هذه المناطق، معناتها ما عندهاش ماء، مدارس ما عندهاش ماء. شنو هي الإشكال وين بالضبط؟ احنا هات نحكيوا شوية على الإيرادات نتاع السدود. احنا في الشمال تقريبا اليوم عندنا تقريبا 88% من معدل الإيرادات، لكن النقص نتاع الإيرادات كان في حدود 6% في الوسط وتقريب 30% في الوطن القبلي. يعني هنالك نقص في الإيرادات ونقص في الأمطار خاصة في الوطن القبلي وفي الوسط وكذلك في الجنوب. الإشكال اللي توا شفته في VTR هو ما واش مشكل إيرادات ولا مشكل وجود ولا غير وجود ماء، هو مشكلة الجمعيات. هذا زاوية، هذه زاوية فقط. لكن الوقت منذ البداية لأنه ثم مشكلة في التصرف في الموارد البشرية المائية وأيضا المنشآت المائية اللي هي تقادمت في الحقيقة. تو ثم سدود لازم حتى الخارطة بتاع السدود لازمها تتبدل. تفضل. هو وقت اللي واحد يبدأ يحكي على السدود نحكيه راه قبل 40 وقبل 50 سنة. احنا دول وقت الحاضر نقدموا على 150. نعم. السدود الموجودة الوقت الحاضر تكفي مع طاقة الاستيعاب نتاعها تقريبا 2,300,000,000. لكن المشكل اللي عندنا هو مشكل نتاع تحويل المياه وتزويد المياه. خاطر كيف نعرف احنا في تونس عندنا الأمطار وين موجودة؟ خاصة في الشمال الغربي. هكا ولا؟ صحيح. والماء هذاك نتاع الشمال الغربي منين يتنقل؟
يتنقل يوصل للبنزرت يوصل لتونس يوصل لبهاني يهز الساحل يوصل للساحل يوصل لصفاقس. تقريب الماء يتنقل تقريب 600 كيلومتر باش يمشي من هنا. المشكله في التنقل نتاع المياه؟ لا مش في التنقل، المشكله اللي تو المناطق الصقويه. لا شوف فسرنا مسيس المشكله اللي ذكروه ما هوش مشكل كمي وما هوش مشكل مشكل تصرف. مشكل تصرف الجمعيات التنمويه او مش نجيوها. لا مش جوي خاطر الجمعيات التنمويه اذا هي الجمعيه التنمويه عندها مثلا 20 مواطن، اذا اربع مواطنين ما يخلصوش الجمعيه التنمويه ما تخلصش، واذا الجمعيه ما تخلصش يتقص عليها الماء. ثم فساد زاد في بعض الجمعيات الحقيقه، ما ثم قضايا فساد ممكن ما نعرفش ممكن 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 موجود موجود. لكن المشكل الوقت الحاضر لحد الان ما هوش مشكل كمي ولا مشكل نوعي. احنا كيفاش نخدموا في الوزاره؟ احنا بلي انا لله بالتوازنات المائيه، هو في كل بدايه سنه احنا نخدموا بالسنه الهيدرولوجيه. السنه الهيدرولوجيه تبدا من اول سبتمبر لاخر اوت، احنا نعطيه كميات لمياه الشرب ومياه الري، لكن ديما الاولويه تكون لمياه الشرب على حساب مياه الري. نعطيك مثال، مثلا عندنا منظومه قادر احنا نخدموا منظومات، المنظومه تضم على الاقل خمسة ستة سدود، خاطر احنا والحمد لله كل السدود في الشمال مربوطة ببعضها، واحنا نجم نتعاملوا مع الكم ومع الكيف. لذلك على حسب الموارد المائية اللي عندنا احنا نعطيهم مياه الري. احنا مثلا في الأسبوع الفارط أعطينا ما هي كمية مياه الري في جندوبة، في باجة، في بنزرت، في نابل، في بنوبة، في إريانة إلى آخره، على حسب الموارد المائية المتاحة وعلى حسب ديستيميلاسيون محاكات نقوم بها على حسب توقع الإيرادات. باه طيب، هذا موضوع مهم جدا ما تفضلت به سي حمادي، لكن أيضا كي نحكيه مثلا على مسألة التصرف في المائدة المائية، عندنا برشا شركات تستغل في المياه المعدني، هل هذا يعني يؤثر على الموارد متاعنا ولا لا؟ المياه المعدنية ما تمثلش حتى 0.5% من المياه المتاحة. أنا أقول لك المشكل وين؟ المشكل موجود في الآبار الغير مرخص فيها، الحفر العشوائي. الحفر العشوائي المشكل موجود في البومباج إليسيت، هذا هو المشكل. قد ثم عندنا قوانين، موجودة القوانين كما قلتوا، لكن المشكل هو في الوقت الحاضر في تطبيق القوانين. بربي سامحني. تفضل. تونس كانت في الستينات كانت خطر العوام اللي تجي فيهم مطر باهيه سي سيكليك، كانت كانت ثلاث سنين بريسك جفاف وعام فهمتني بلوفيو. احنا تو وصلنا فهمتني خمس سنين جفاف وعام بلوفيو، عام ممطر ممطر. هذا خلى فهمتي لا كونتيتي معناتها الكميه نتاع المياه تساقطات تنقص. ثاني حاجه خلى فهمتني المائده المائيه نتاعنا فهمتي تشح. ثالث حاجه اللي اليوم كي احنا عندنا فهمتي المانك هذايا يلزمنا نمشيو خاطر 80% من الايرادات نتاع المياه هذايا فهمتي كما قال خونا فهمتي تتقسم على الولايات، كل واحدة منهم فهمتي قداش باش تاخذ باش معناتها الفونتيتر معناتها سيرفي للسقوي. اليوم يلزمنا فهمتي ندخلوا لا نوفيل تكنولوجي اي لاي تي معناتها الانتيليجونس ارتيفيسيال باش نجموا نقصوا من الكونتيتي دو اللي باش نحطوها فهمتني، وميم طون اونورا فهمتني معناتها نقاوم مردودية أحسن من مهم جدا. زمرد الدلهومي تراش أنه تحليه المياه حل في هذه الفترة بالذات؟ استنى خليني نقول لك حاجة قبل تحليه المياه، ما نحبش ندخل في أمور تقنية وأيفتا ومالكم في المدينة. تفضل. حب نقول لك أنا احنا عنا كما كانوا يحكيوا 37 سد وعنا 1000 بحيرة كلها تعاني تقريبا من غياب الآليات المتطورة في التصرف في المياه وفي المخزون المياه. نهار اللي يبدأ عنا برشا أمطار وعنا مخزون ما شاء الله ما نعرفوش نخبيوه الغدوة، يصير لنا كما الحليب بالضبط. وقت اللي يبدأ عنا باس لاكتاسيون نبدأ نجريه كيفاش نجيبوا الحليب، وقت اللي يبدأ عنا بزايد نرميوها في القاعة.
نفس الشيء يلزمنا نحاولوا نعصر استراتيجية التصرف المياه. التصرف المياه نعم. نعصره واضح. ونجيبوا آليات متطورة وتكنولوجيات حديثة تتصرف في المخزون المياه في السدود والبحيرات. شكرا. أهو معنا سيد رئيس مكتب التوازنات المائية بوزارة الفلاحة. أما ما نحبش نسأل أعطينا ماذا أعدت وزارة نخبو بهذا لو تسمع لأنه انتهينا. أنا ما نحبش ندخل برشا في الأمور التقنية. نعم. على خاطر إذا نحكي في الأمور التقنية ندخل في برشا مواضيع ممكن ما تفهمونيش. أما ما ثماش معناتها وحيد في بلدان أخرى إيجار لو كما احنا إيجار في تونس للمحافظة على الموارد المائية. نجم نحدثك دي نفاسون تكنيك راهو لما ندخلوش في المواضيع هذه. اللي قالوا الأخ صحيح، احنا في العادة عملنا خدمنا على تقريب 100 سنة. إيش لاحظنا في كل 7 سنوات ثم إنستيكليسيتي، ثم 3 جافة وزوز ممطرة وزوز معدة. احنا في 7 سنوات الأخيرة طيب ماذا عدت وزارة الفلاحة نختم بها لو تسمع سيح في 7 سنوات الأخيرة شفنا 6 سنوات جفاف. وتعرف انت سنوات جفاف كي تجيب ورا بعضها تعمل أكثر تأثير. ماذا أعدت الوزارة؟ احنا أول شيء قمنا بكثير من اجتماعات تحذير الصيف، خاطر أصعب فترة عندنا هي فترة الصيف سواء بالنسبة للمياه الشرب ولا مياه الري. هذه أول حاجة. الثاني حاجة قاعدين نشتغلوا على خارطة فلاحية حسب الموارد المائية المتاحة. مثلا نقول لك أنا إذا في منطقة ما ثماش كثير من المياه ما تستعملش يعني الخضروات ولا الحاجة اللي تسالك برشا ماء، استعمل الأشجار اللي تتفاعل مع المياه كالزيتون واللوز. الحاجة الأخرى اللي نخدموا عليها أكثر هي الاقتصاد في الماء، واللي قالوه صحيح. الوقت الحاضر أمام يعني الماء ما هوش غالي في 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 تونس. السونات في كل متر كيوب تبيعه تخسر. المياه المعدنية غالية. لا نحكي على المياه بتاع السونات. أنا سي حمادي أنا نوعدك نحصوا حلقة كاملة لأنه موضوع مهم جدا. نختموا معك بالفكرة الأخيرة اللي تسمح لأنه انتهى وقت البرنامج وعنا بعد قليل البرنامج المجلة الصحية مع زملائنا. نختم معك بالفكرة الأخيرة اللي تسمح استراتيجية الوزارة في الفترة المدى القصير. في المدى القصير هو الوقت الحاضر نخدموا على حفر آبار جديدة باش نجموا نعديوا الصيفية هذه. نخدموا كذلك مع الفلاحة أعطيناهم خاصة بالنسبة للسدود الكمية في كل ولاية قداس ويجموا يتفاعلوا معها ويجم متابعة لصيقة. لكن الحاجة اللي حاب نخدم عليها أكثر هي توسكي كومينيكاسيون وسنسيبيليزاسيون، خاطر لحد الآن التونسي ما يعرفش قيمة الماء. واحنا نقولوا ما نجموش نقولوا ترشيد السالك ما نجموش نقولوا اذا ثم امن غذائي يجب يكون ثم امن مائي. كلمه مهمه تتعلق بالبنوك. 30 ثانيه لو تسمح. اوكي بربي نرجع شويه هكا ما نطولش على المؤسسات وعلى الشركات وتشجيع المستثمرين. بربي من المنبر هذا نحب نتوجه للبنوك، حاولوا تخدموا على المخاطر شوي، اعطيوا للمؤسسات الصغيره اعطيوا الباعثين الشبان مثال شمشيو معاهم في المخاطر، حركوهم شويه خذوا الريسك ومثالش وإن شاء الله ربي يوفقك. نمشي الفقرة يعطيك الصحة زمرد الدلهومي رئيس القسم الاقتصادي بالمغرب. نختموا الفقرة الأخيرة الاستشارة الوطنية. احنا كل عودنا السادة المشاهدين أن نبسطوا لهم المفاهيم الواردة في الاستشارة. اليوم سنتطرق إلى جودة الخدمات الإدارية كما تشاهدون الآن. جودة الخدمات الإدارية بطبيعة الحال ما هو المفهوم بتاعها وما معنى جودة الخدمات الإدارية؟ جودة الخدمات الإدارية يلزم فهمتني نبسطوا الإجراءات في الخدمات الإدارية. واحد ثاني حاجة يلزمنا فهمتني نمشيوا للرقمنة فهمتني ونأكد عليها فهمتني. وداير حتى في الفلاحة حكيت على الاي او تي وحكيت على الانتليجنس ارتيفيسيال استعمالها فهمتني في الري وكل شيء فهمتني الحلول موجودة. دونك لا ديجيتاليزاسيون دو لادمينستراسيون معناتها رقمنة الإدارة هذه ولات حاجة بريمورديال فهمتني اي انديسبونسابل اليوم فهمتني لازمه نعم لازمة. نعم جميع فهمتني. الادارات ايضا الاداره الفلاحيه الاداره يكون الاستثمار باز دوني كل بلديه كلاود. علاش جبت لك بليك الموضوع؟ انا جبت لك ليكزامبل نتاع بطاقه التعريف اللي هي الاوراق الكل باش تاخذهم من الاداره اللي هي ديجا عندها معناتها ريالمون يسوفي تربط معناتها المؤسسات هذه في بعضها ديجيتالمون. تولي السيد اللي باش ياخذ القضيه هذيك ولا السيرفيس هذاك ما يسحقش باش يعمل الدوره هذيك وجمعتين وهو يدور يلم في الاوراق
شكرا شكرا ضيوفنا الكرام. سي عبد الباسط الغانمي مدير عام وكاله موب للاستثمارات الخارجيه، اهلا وسهلا مرحبا. السيد مدير مكتب توازنات الماليه المائيه بوزاره الفلاحه مرحبا، ان شاء الله نخصصوا حلقه اخرى كامله للموارد المائيه. سي ماهر بالحاج المحلل الاقتصادي، الزميله زمرده الدلهومي شكرا على الحضور، رئيس القسم الاقتصادي بجريده المغرب. مشاهدينا شكرا والى اللقاء.